السلام عليكم، اصبح الخير. غادي ندير لكم واحد المفاجاه. اهلا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هادي راه مجرد دعابه، لاننا كمسلمين يعني ما كنحتفلوش بالكريسماس غير من باب الضحك والمزح. بغيت ندير هاد الفيديو هذا ديال بابا نويل سانتا كلوز، وما فيها باس. بغيت ندير واحد القضيه، يعني هاد المره هادي غادي ندير واحد القرعه. الشرط جد بسيط، غادي نخلي الايميل في صندوق الوصف ديال هاد الفيديو هذا. غادي ترسلوا الاسم الكامل والعنوان ديالكم في اي دوله كنتو، في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، فرنسا، العراق، فنلندا، السويد، الى غير ذلك. الادريس في جميع انحاء العالم. غادي ندير قرعه، غادي يفوزوا معايا 4 ديال الفائزين او الفائزات. اذا بادروا الى كتابه الايميل بالاسم ديالكم الكامل والادريس، يعني العنوان الكامل. غادي نعطيكم بعض الامثله ديال الجوائز. مثلا حذاء رياضي، ها هو. وعندك يعني مجموعه. من بعد غادي نتفاهموا على يعني الفائزين، غادي يقدروا يعطوني مثلا، غادي يعني فاش نتكلم معاهم غادي يعطوني المقاس ديال الاحذيه ديالهم وديال الجاكيت. غادي نوريكم السماح، غادي ترجع هنا. نعم، كاين هادو الجاكيت. هادي راه مازال ما فتحتهاش، راه كلشي جديد. هادي راه جاكيت، هادي كذلك جاكيت، ولكن جاكيت الماركه. بالنسبه للفائزين، من بعد ما ندير القرعه يعني 4 ديال الفائزين الذي فوزوا معايا، غادي يصيفطوا لي في يعني من بعد ما غادي يفوزوا، غادي نتكاتب معاهم نقول لهم يعطوني المقاس اما ديال الحذاء الرياضي اما ديال الجاكيت. اتمنى لكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وحظ للجميع، وتحياتي، مع السلامه.